السلام عليكم المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. انا اليوم جيت نجني البابونج. اصلا هذا هو وقت البابونج، هذا فصل الربيع، وهذا الفصل معروف بالبابونج يكون ديما في فصل الربيع. دابا ما بقاش بزاف صافي ويكبس. هاد البابونج زوين بزاف، هاي يديروه للشعر اللوجع خصوصا فوق البرد، من اكل البرد وداك الشيء يكون زوين الى درات الكرشاك ولا شي حاجه. والشعر انا نستعمل شعري حيت انا انكبر وشعري يولي كحل، من نستعمله يبقى في نفس اللون الذهبي ما يكحلش. ايوا صافي دابا يعني نجمع البابونج باش نخبيه ونديرو يكرم في الشميشه ومن بعد نجمعو. ايوا ونطحنو ونبقى نستعملو الشعر ولا اللوجع. اصلا البابونج زوين في كل شيء. انا ما عندناش حتى الدار، مشيت واحد الطلقه ديال الطريق من الدار من اللي حتى هنا عاد باش نجمع حتى حتى الدار ديالنا ما كاينش. والشمس والحراره هانتوما دايره الشاشيه. ايوا صافي انا كل عام نجمع. على حرارة ميت.
قراتني الشمس غنكمل غير هذا ندخلو كله نعمر هذا تدخل وصافي نتا بحال حيت الشمس بزاف كاين الحراره وهذه الثلاثه ديال النهار الصراحه ما جمعتش بزاف غير شويه جمعت هادشي اللي عندي هنا هادشي الطا وشويه درته في السطن يعني غنطلع حتى المره اخرى يكون الجو زوين وبارد في الصباح ونرجع نجمع نكمل غير هذا نتاع الحراره المهم ها القلادة ديالي مبقالها والو غنساليها بقالي غير واحد شوية هاد لي بركة تخرج نقول لك كي جاتكم القلاده ديالي بارك الله خمس وقت هاش بزاف المهم دابا انا غنطلع حيت الحراره بزاف وعييت الصراحه اي جمعت هاد الشيء وشويه راه عندي في الصال ما يكون البروده ونرجع مره اخرى القرعه ديال النمح حتى هي جبتها معايا وصافي هانتوما شوفوا شحال جمعت
المهم هذه العودة ديال الجيران، انتما كيفما تشوفوا زوينه الصراحه، ولكن ما نقدرش نمشي عندها نخاف تعطلني ولا تاكلني. بدي نرتاح حنايا شو هي كتكون الحراره بزاف في الحراره. نتوما تشوفوا حالتي كي دايره، هاي طالعه الضامين ولا ها نتوما تشوفوا. الصراحه كاين واحد الريحه ديال الاعشاب ما نعاودكمش، العرعار حتى الربيع اجواء واعره، ريحه واعره. نتوما تشوفوا الغابة هذا اي عشبة قلبت عليها غتلقاه. شوفوا شحال كبيرة فيها الاعشاب، جميع الاعشاب، الاعشاب طبيعيين وزوينين وعندهم ريحة واعرة. المهم انا وصلت دابا للدار، هانتوما تشوفوا الدار. الصراحه سخفت والله، هاد البلاصه راهي كتملككم، راه هي تما جبت الباب ونجوجيت طلعت على الطلعه كامله، دابا غير نتعب واحد شويه الله. المهم غادي نديرو يكرم هنا في هاد البلاصه هادي، هانتوما كتشوفوا. استغفر الله، غنمشي نقلب على شي حاجه علاش نشترو. المهم ندير هاد هنايا وعاد نقلب على شي حاجه. واش شفتوا شحال جمعت؟ نتوما هادشي اللي جمعت كله، هادشي اللي قدرت نجمع. واو هادشي اللي جمعت نحطو هنا ونمشي نقلب على شي حاجه علاش نشري وعاد نجي. هانتوما معايا هنا. لقيت هذه، لقيت هذه نديرو عليها. كتشوفو المهم دابا هاني درتو هنا، نخليه يكرم شي يومين، المهم حتى يكرمو صافي، ما عرفتش على حساب الشمس. ملي غيكرم غادي نجمعو في القريعات ونخبيه باش نحتاجو نجبد منو في ايام البرد، انا قبل الوجاع ولا الشعار ولا اي حاجه. المهم هو زوين بزاف، فيه بزاف الفوائد. هاني ساليت جبت دابا ونجبد وساليت، قدرت نجمع غا هادشي حيت الحراره بزاف والشمس وعيت. ملي يكون البروده والجو زوين نقدر نرجع نجمع اخر، حيت هادشي جاني قليل. ايوا صافي، ودابا ساليت وغادي نمشي للدار نرتاح. ودابا وصلنا لنهايه الفيديو، خليتكم على خير، بسلامه.